بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ذي الجلال والإكرام، أنزل إلينا أحسن الكلام، تتصدع له الجبال الراسية، وتلين له القلوب القاسية. أحمده سبحانه وأشكره، وأتوب إليه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي المتقين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله المبعوث بالحق والهدى المبين. فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه إلى يوم يقوم فيه الناس لرب العالمين. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله تعالى وطاعته. فمن اتقى الله تعالى وقاه، ومن توكل عليه كفاه، ومن اعتمد عليه حفظه وصانه ورعاه. يقول ربنا جل في علاه: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. أيها المؤمنون، يقول الله تعالى عن عباده المؤمنين: فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. ففي هاتين الآيتين الكريمتين يبشر الله تعالى عباده الذين يأخذون من الأقوال أحسنها ويتبعون أفضلها بالخير في الدنيا والجنة في الآخرة. وأحسن القول وأفضله عباد الله كلام الله تعالى، قال سبحانه: الله نزل أحسن الحديث كتابا. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فإن خير الحديث كتاب الله. وقد أمرنا الله تعالى باتباع كلامه، فقال جل في علاه: واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. عباد الله، إن الذين يستمعون كلام ربهم ويعملون بأحسنه يتقبل الله تعالى أعمالهم ويثيبهم الثواب ويثيبهم أحسن الثواب عليها. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فيسعدون بفضل الله وكرامته. قال بعض العلماء: كل من اختار الأحسن في كل باب كان في زمرة السعداء. فاللهم اجعلنا من عبادك الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، فيتبعون أحسنه في الأقوال والأفعال. ووفقنا جميعا لطاعتك وطاعة رسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وطاعة من أمرتنا بطاعته عملا بقولك جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه وتوبوا إليه، إن ربي لغفور رحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده أبلغ الحمد وأفضله، يجزل الثواب للذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المؤمنون، إن المرء حين يستمع إلى كلام ربه يتبع أحسن ما أمره به جل في علاه، فإذا سمع قول الله تعالى وأقيموا الصلاة أدى الصلاة المفروضة على أحسن وجه وأكمله، وإذا سمع قول النبي صلى الله عليه وسلم أطعموا الطعام وأفشوا السلام بادر إلى البذل والعطاء وإطعام المحتاجين وإلقاء السلام على الناس أجمعين ورد التحية بأفضل منها استجابة لقول الله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، وإذا سمع قوله تعالى ولئن صبرتم لهو خير للصابرين اختار الصبر فعفا وسامح، وإذا قرأ قول مولاه جل في علاه ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم أحسن إلى من أساء إليه، أحسن إلى من أساء إليه ليكسب بذلك مرضاة ربه ومحبة قلوب خلقه. هذا وصلوا وسلموا رحمه الله وإياكم على سيد البشرية وأزكى البرية كما أمركم الله تعالى بذلك إذ قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين الذين كانوا يقضون بالحق وبه يعدلون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة والتابعين وعن ذرية سيدنا محمد وأزواجه الطاهرات الشريفات العفيفات أمهات المؤمنين، وعنا معهم بمن ربنا وكرمه وجوده وإحسانه إنه أكرم الأكرمين. اللهم وفق رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد ونوابه وإخوانه حكام الإمارات وولي عهده الأمين لما تحبه وترضاه. اللهم أدم على دولة الإمارات الاستقرار والرقي والازدهار. اللهم ارحم الشيخ زايد والشيخ راشد والقادة المؤسسين والشيخ مخدوم والشيخ ريف بن زايد، وأدخلهم بفضلك فسيح جناتك، واشمل اللهم شهداء الوطن برحمتك وغفرانك. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وسائر أرحامنا وأمواتنا وأموات المسلمين. اللهم ارحم المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من درك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء وعطال الداء برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على عموم نعمه يزدكم، ولذكر الله